هاي مونتشيز، صباح الخير. النهارده قررت اروح توري دي هيركوليس. كنت قلت لكم عليه في فلوج قبل كده، قلت هصور لكم لما اروحه. توري دي هيركوليس ده اشهر فناره هنا في اسبانيا عامه وفي كورونيا هنا. انا حاطه الشمسيه عشان الدنيا بتمطر، بس هي اصلا فناره رومانيه ولحد دلوقتي لسه شغاله، فقلت اخدكم معايا. المفروض دلوقتي عندي سكة بس مستنية الإشارة تفتح. طبعا الدنيا مغيمة خالص النهاردة وبتشتي، بس النهاردة أجازة فكنت لازم أنزل. المفروض اللي هناك ده البحر، بس طبعا مفيش حاجة باينة عشان الدنيا مغيمة خالص. وتوري دي هيركوليس هي شغالة اصلا، يعني بالليل كنت بشوف النور بتاعها. سو كول انها لسه شغالة. اللي هناك دي يا جماعة مش عارفة حابة اروح لها ولا لأ، بس هي زي بوق كده بينفخوا فيه لما كانوا بيحسوا ان في سفينة مثلا خطر جاي عليهم، فكانوا بينفخوا فيه. وصلت توري دي هيركوليس. مش عارفة هقدر اطلع ولا لأ فوق، انا شايفة ناس فوق، بس خلونا نشوف. معرفش مين عمو، مش مكتوب حاجة. دي حاجة مهمة قوي بالنسبة لليونسكو، هو توري دي هيركوليس. دي بوصلة دي ولا ايه؟ وده الجبل اللي طلعت فيه في اخر فلوج نزلتها، هحط لكم الفيديو فوق. بس هو ده الجبل اللي انا كنت فيه، والمبنى اللي تحت ده برضو الاكواريوم اللي انا روحته. بس طبعا عشان الدنيا مغيمة الحاجة مش باينة. قلت لكم يا جماعة معلومات عن الفنارة، ان هو اصلا اتبنى في القرن الاول، وبعدين تقريبا من العوامل بقى الهوائية والجوية والحاجات دي باظ، جددوا بناؤه في 1791. وان هو اصلا واحد من المعالم المهمة اليونسكو، فا it is a big thing. يعني هو لسه شغال لحد دلوقتي. نفسي انزل الشمسية بس الموبايل هيتبل، وانا مش مستعدة ان انا ابوظ موبايلي بصراحة. وكورونيا هناك باينة خالص. احنا هنا في اول، يعني ده المحيط ده كده اول حاجة، وهناك بقى كورونيا زي ما انتم شايفين. لبست الجاكيت وقفلنا الدنيا خالص، لانه ايه المطر اشتد جامد.
المطر اشتد اشتد يعني. بحاول ان انا انزل تحت فماشية مع اي سكة. كمل كده مع السكة دي نشوف هتودينا فين. ما كانش معايا الجاكيت والشمسية، كان زماني اتغرقت تغريقة محترمة. الاشخاص اللي هم دول معرفش بيعوموا، اكيد العوم في المطر برضو حاجة تانية. البحر ده شكله حلو قوي، اكيد هيبقى حلو قوي لو في شمس. من الدنيا مغيمة بس لون البحر حلو قوي. تقريبا بيدوروا على سمك او حاجه كده. صوت المطر حلو قوي. سنيه اوه ده في كذا. 1 2 3 واو. في هنا دول بس انا بصراحة مش عارفة ايه دول. I have no idea. شوف البحر من الناحية دي. الراجلين اللي كانوا بيعملوا سنوركلينج طلعوا. ده شكل البحر. واو so pretty. والفنارة اهي لو عمو او طنط مش عارف. ماي شوز. ما فكرتش اني انزل بجزمة المطر يعني، مش عارفة ليه بصراحة. ما هذا الشيء؟ واو شكلها حلوة. اخيرا نزلت بس المطر جامد جامد يعني. براح يا عم براح براح، الدنيا بتمطر. يا مطرة بالراحة شوية، سبت الجزمة حرام. اقعد عند الباص عشان اشوف هعمل ايه بالظبط وهروح فين.
المفروض ان برجر كينج في حتة ما هنا. رحت برجر كينج وبعدين اكتشفت ان هو طلع قافل، فمشيت شوية عشان اجي ده. ماكدونالدز هنا مفيش منه غير فرعين ومعندوش الاوبشن النباتي. نباتي يعني فيجيتيريان. ليه اصلا باكل فيجيتيريان؟ عشان هما هنا مش بيدوحوا حلال يعني. فهنا برجر كينج الوحيد اللي عنده الاوبشن فيجيتيريان او نباتي بمعنى اصح، فعشان كده انا باكل برجر كينج. يلا قلت اقول لكم. جيت دلوقتي على سوبر ماركت اتمشى فيه وجبت دي كوتن كاندي هالوين. هابي هالوين. اوبشنز المكرونات هنا عجيبه. في مكرونه لونها اسود، عايزه اعمل لكم زوم بس انا ماسكه دول في ايدي. دي لونها اسود، في بني، في اورنج، في الوان، بس الالوان دي عندنا. هالو كومبوتشا ده جونكوك كان بيشربه في اللايف بتاعه. قسم الشوكولاتات، بس انا ماليش في القسم ده بصراحة. بعمل لكم مرة فيديو، هروح كارفور عشان في كارفور هنا لما اجيب حاجة البيت يعني بتاعتي، عشان تشوفوا اسعار الحاجة هنا عامة، البيض، العيش، الحاجات دي، في فيديو قريب يعني. البتاع ده انا بعشقه، تحفة بجد. خلصت السوبر ماركت ودخلت على محل كده تشاينيز بيبيع حاجات تشاينيز زي خردوات كده، فجبت من عنده حاجات هبقى اوريكم لما اروح. دلوقتي انا في الباص مروحه. هاي يا جماعة، انا رجعت. طبعا هتفكنا من نور خالص عشان الساعة دلوقتي 7:10، مغرب كمان ساعة على الساعة 8 كده. المهم دي الاضاءة دلوقتي، ما علينا. هوريكم جبت ايه من المحل التشاينيز ومن سوبر ماركت. بس جبت غزل البنات كوتن كاندي عشان بعشق حاجة اسمها كوتن كاندي، وجبت جبنة بيضة عشان كنت عايزة جبنة بيضة. ومن محل بقى التشاينيز جبت، عارفين الحروف اللي بنحطها في البريسلتس اللي زي دي، انا كنت عامله دول فجبت اللي هم دول. وبعدين جبت الدبابيس الصغيرين اللي هم دول، عشان عندي في الاوضه في مصر عندي زيهم، بس كنت محتاجه دبابيس اكتر عشان اعلق فوتو كاردز اكتر. اخر حاجه جبتها بلالين. انا جبتهم عشان الوانهم بصراحه، لان انا ما بلاقيش بلالين الوانهم كيوت كده، هما الوانهم باستيل الالوان اللي انا بحبها. فيا بس دي كل حاجه جبتها، وده كان فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالمطر الكتير وصوت المطر. هي لسه بتمطر اصلا لحد دلوقتي. بس يا اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بفيديو النهارده، وهشوفكم في الفيديو الجاي. باي.